السلام عليكم المشاهدين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين يا ربي. وجيتكم واحد الفيديو اش غادي نقول لكم المتتبعين، فرحانه ما قداني فرحه يا ريونا الحبيب الغزال. هيا اليوم المتتبعين راه معنا ريان. اليوم والله الا نهار كبير هذا، العقبه لكم كاع اللي كتمناو ولدو وليداتهم يحضروا في التربيه ديالو ديال الحفايد ان شاء الله يا رب. وهي توحشنا راينا ماما، ما عمرو جاتنا. بالله الا توحشتو مسكين، كان معايا فاش كان صغير، دابا صافي كيعرف الهضره، كيبغي يخرج مع والديهم وكيبغيو يتونسوا وكيبغيو. والله الا واحد الله يخلي له ما عنده يا ربي ويفرحهم. وشكرا لكم المتتبعين ديالي الاعزاء، شكرا بزاف، نشكركم تانعيا، ما غاديش نوصل لكم الشكر اللي كديروا لي، الله يرضي عليكم. وشكرا لكم وليداتي، بغيت نشارك معكم واحد الخريجه هذا النهار وجايه فرحانه وخدامي فرحه وليداتي، الله يرضي عليكم. ومي ما تعطيكم تحيه ونعاود لكم المتتبعين ديالي. ايوا نكملوا معك تحيه للمتتبعين ديالنا، ونتمنوا ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في الفيديو ديال اليوم كيف ما قلت لكم ماما، فيديو ان شاء الله غيكون مميز. اليوم المتتبعين كاينه واحد الفرحه ديال شي ناس، وهذه اليوم غادي تشارك معكم ماما بزاف ديال الحويجات ان شاء الله، وبزاف ديال التحضيرات. نتمنى ان شاء الله الفيديو يجيكم خفيف وتكملوا حتى الاخير ان شاء الله، حيتاش غادي نطرقوا لواحد المساله اخرى ان شاء الله اللي ضروري حتى نتوما غادي تكونوا كتسالوا عليها، وتحنا غادي نكونوا ان شاء الله في الاجابه ديالها. وخليكم معنا. ايوا انتما كتشوفوا المتتبعين ديالي فرحانه ما قداني فرحه، غاديه لواحد المناسبه. اش غنقول لكم المتتبعين؟ كواحد مبروك عليها بعدا، كنقول لها مبروك من هذا المنبر. الله يجعل سيدي ربي يسخر لك حبيبه ديالي ويطول لك في العمر وتفرحي بهم كيف بغيتي. والعقبه ان شاء الله الختانه ونحضروا ونوقفوا معاك كي بغيتي. داكشي اللي كاين ماما، الله يخليك حبيبه ديالي وشكرا لك. داكشي اللي كاين ريونا حتى هو الحبيب. واش جا الناس؟ ما جابو الناس. جاك الناس؟ جاك الناس؟ ها؟ اش بغيتي امي؟ اش بغيتي لي؟ قول سلام مشاهدين. قول سلام مشاهدين المتتبعين ديالنا، يلا قول لهم، قول لهم السلام عليكم. قول لهم السلام عليكم. شوفوا راه نرى هز الريحه شخشخه. سلام على المتتبعين. دابا الوليدات الصغار الحاجه اللي هزه ما خصكمش تحيدوها له كاع، والله القسم بصحته وراحته. ماشي مشكله ماما، ايوا كيف ما كتكون والده المتتبعين عندها واحد الخريجه اللي يا سلام غتشارك معكم بزاف ديال التحضيرات. مع بناتي اللي كيعززين عليا وعليا. ايوه انا الله يجعل سيدي ربي يوقف معكم ويرضي عليكم. وشجعوا امكم يا منى، وقفوا معاها الله يرضي عليكم، داخل المغرب وخارج المغرب الله يفاجئها عليكم يا وليداتي. ايوا امكم يا منى بغات تشارك معكم هذه الخريجه. ايوه نتوما اللي غادي تعطيوني الراي ديالكم، الراي ديالكم داكشي اللي كاين. واش نقسمكم يا منى؟ واشنو غتهز؟ واشنو غتحط؟ واشنو غت داكشي اللي كاين؟ كلشي كنشاركو مع بنات، حيتاش الفيديو غادي نصوروه وغادي نلوحوه في نفس الوقيته، يعني غادي نشوفوا لي كومونتير ديالكم عندكم، غنشوفوا ان شاء الله لي كومونتير ديالكم ونشوفوا الاقتراحات ديالكم مع ماما. ربي يخليكم الوقت معكم. داكشي اللي كاين ماما، شي حاجه بسيطه ماشي شي حاجه كبيره اللي شاركتها. ضروري يا ماما البساطه، ضروري. المهم كنتعامل انا غير مع الناس البساطه. داكشي اللي كاين كنتعامل معاهم وعزازين عليا الناس، الله يعمرها. داكشي اللي كاين ما كاين ما حسنا ماما من البساطه، والناس الدراويش هما اللي زوينين. درت لها هاد سميتو هاد الثوب هذا. دابا نوضي ماما باش تقدمي كلشي للمتتبعين. ها ريان معانا. ايوا راه عزيز عليا ريان وغادي. اليوم مسكينه ما حطاتوش، والله ما حطاتو. عليكم ولدي راكم عزاز. والله الا تيجي المتتبعين راه ما كايناش. راه خلات لينا ريان، خلات لي ريان وحيدات لي القنط. والله المتتبعين حيت شديت ليهم ريان بحال كانت معايا تيتي، اقسم بالله. داكشي اللي كان ندور 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 صراحه تيتي فاش كنجمعو حنا وياها في الدار. هذا النهار المتتبعين واخا كل خطره تجي تقول لك عندك شرجم، عندك شرجم، عندك يا هذه، عندك هذه، واش ما عندي من غير هذا. يلا ماما يلا دابا نوض يا لالا. ايوا المتتبعين ديالي هانتوما المتتبعين بعدا ماما، هنا راه موجده كلشي داكشي اللي غادي تدي، وموجده المتتبعين حتى شنو غادي تلبس. هانتوما الدريره ديال تحت خلاص. اييه وهذا توب، توب توب شريتو ماما، كان عندو توب خلاص شريتو كان عندي. اييه ها هو نوريه لكم المتتبعين.
نتوما دير به شي قفيطين، دير به هكا المهم خفيف زوين صراحه، وتقبل عليا حتى هي تحيه ليها كبيره، تقبل عليا على هاد الثوب وهاد الدره وهاد الصان الصان هذا جديد خلاص، بودي وسروال سروالك ملابس الثاني راكم عارفين وما متسبين، وهنا كاين ديال البيبي الصغيور، هذا خلاص الملايا ملايا ديال الدراري الصغيور، وهاد الوريده هادي كانت عندنا كنت لازيديها من الفوق للصغير، وتا هذا كان عندنا، هذا راه كان عندي ضروري، راكم عارفين يا متتبعين حنا المغاربه تيبقاو عندنا هادو ضروري ما يضيعوش، ها هما هو عندي وجاني الصفر مع الاحمر، ودابا قدي بعدا الكادو ديالك هو الاول تقدم ماما الكادو ديالها، بغيت نقولها الكاطو الكاطو ديالها الكادو ديالها هانتوما عزازين وغاليين الله يرضي عليكم وشكرا لكم وليداتي الله يحفظكم وينوركم هانتوما مازال غادي نمشي نجيب واحد بابي كادو المتتبعين لهادشي عاوتاني ديال الثاني المقصر المتتبعين ماشي مشكل غنقول حتى هادوك غديري لهم بابي كادو لا بصح وفين غديريهم؟ الحوانت ديال اللي قرابين ليا مسدودين وفين غديري هادوك لا هادو ها هادوك الكادوات الاخرين عندي الصاك دوك السيكان ديال عندي الصاك خلاص ما غاديش نحتاجها دوك السيكان صح نحتاج هادو هانتوما هانتوما كتشوفو بعدا انا حمقني الصراحة عجبني بصحتها وراحتها الله تستاهل كل خير ان شاء الله العقبال الختانة وندير لها يا ان شاء الله ما اكثر وما اكثر ان شاء الله ان شاء الله عزيزة وغالية وندير لها ان شاء الله ما اكثر والزرورة ضروري نعطيوها الزرورة خلاص ضروري ضروري كادو ديال البيبي ديالها والكادو ديالها والزروره المتتبعين راكم عارفين الزروره ضروريه هانتوما صافي دابا ديري الوريضه كلشي على ندير الوريضه المتتبعين لا غير شي هاك داك تجي غير الوسط تجي الوسط عندك تجي ولا مجنبه ما نعرف انا كيعجبني تجي بالجنب حتى الوسط بحال بحال مرحبا تبغات ميمه الوسط ها هو الوسط بحال بحال ما عنديش مشكل ها انت انت اللي غتدي انا المتتبعين يا مسكين راه يا مسكين باينات شو مسكين انا ماما كدي له بلاصتو كدي له بلاصتو هو الاول مرحبا راه تغدى يلاه تغدى المتتبعين تغدينا انا نيت وماما وبابا ها انتوما سمحوا لنا المتتبعين ديالي راه كيو عزازين وغاليين ولكني غادي نمشي نصوب لذاك الدري مسكين ينعس ايوا ونرجعو نكملو معاه ونرجعو نكملو معاكم المتتبعين ديالي وانت المتتبعين هزيت ولدي نعستو خدا راحتو الله يعطيكم راحة الله هاني المتتبعين ديالي وها الصاك اللي بغيت نقول لكم هذا احسن ليا من هذاك الكوار هذا بعدا كتهزو هكا كاينين المتتبعين شي جوج اخرين غير ما لقيتهمش كاينين عندي المتتبعين عندي حنا فاش كتجينا شي حاجه كنخبيوهم تنخبيوهم بصح عمليا والله بلاص ما تلوحوهم غير خليهم تقدروا هكا تعرضوا لشي حاجه ولا ضروري كيعجبوني انا شي خطرات والله الا كنشريهم من المكتبه ولا ايوا يبقى دوك الحمار راكم عارفين المتتبعين المتتبعين ديالي هذا والدريره هانتوما ها هي هانتوما والكشكول صافي وهذا خلاص صافي دابا حنا سالينا مع الكادو الكادو ها هو دا واجد زيدوا معايا دابا المتتبعين لباس هزوا لي اللباس اللي زوين اختاروا معايا يلا نعطيكم ستر واش هذا هانتوما اول حاجه ماما غادي تهزي هانتوما شوفوا راه واش دات ماما داكشي منين تكلا لا شوفوا المتتبعين هادي واش الجلابه دابا هادي ولا قطانه هادي الجلابه بالفوقاني ديالها هادي الجلابه بالفوقاني وهانتوما والريحه يا لالا والدريره ديالها هزيها ماما باش يشوفوها باش حتى هما يختاروا معانا كتجي حتى هادي واعره صراحه هذا التحتاني ديالو كتجي عليك في وجهك كتجي عليك في وجهك كتجي معايا لاحظت بنات بلا سمر ماما عاود ماشي سمراء سمراء غير ماشي ديك البياض عاوتاني ماما عادي هي اللون ديالك زوين يعني واش شوفوا المتتبعين هانتوما هادي المتتبعين شوفوا ها
نتوما بنت حتاني ديالها والدريره حتى هي الدره ديالها المتتبعين الدريره هانتوما هي الدره ديالها وما كدير معاها الدريره وخلاص عاوتاني في القهوي اييه عندها الدريره ديالها في القهوي ها هي نتوما نتوما هادي راه المتتبعين عندنا شويه برد الحال ما عندناش الشتا كطيح المتتبعين يختاروا معايا وشوفوا الجديد هادي راه كت اللون ديال المتتبعين راكم عارفين المبره كيفاش كتكون وهادي الغوز وجدت لك اختي باش تبان مازال المتتبع ما كتبغيش الدهان ما كتبغيش دير الكحول ما تتبغي دير والو كنعيو مع دير شي حاجه والو كدير غير الرويحه صافي باش مشى ها نتوما هادي هادي الا بغيتي تلبسيها هادي الا اختاروها المتتبعين خصك ديري من تحتها شي حاجه سخونه وما يمانو المساعدين الزوق الزوق ديال الذهب انا عطيتها المتتبعين دهن يديداتها ودهن الوجهه ديالها والتريح راه جبت لها هادي المتتبعين هادي زوينه هاد جود جيرل ولا ديك الاخرى الصفراء وكاينه حتى هادي هادي اوغي فلام تحيه لبنتي التسميه ديالها اييه واقيلا خديجه كنت كتعامل مع تيتي شمس التسبيعين الله يوقف معك ويسهل عليك الله يديرها لك في الجنه ان شاء الله واعره 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 المتتبعين هاد الماركه هادي غزاله هادي راه اكلا المتتبعين نوي ديك اكلا نوي ماشي هي الاخرى صراحه هادي هادي المناسبه النيت وهادي جلابه الاخرى متتبعين هانت هي الشال هذا راه شال ماشي دار الرحل ليها ماما يشوفه شام صافي كيجي زوي وين في الشده خصو يتقادو له هذا حتى هادي فيها الصم المتتبعين هنا ها هو المهم تاع الجليلي با هكا خفيفه خفيفه كتكون خفيفه ظريفه هادي داكشي اللي كاين هو هي اللون ديالها راه ماشي زرقاء المتتبعين هي راه موف راه غير كتبان في التليفون زرقاء وهذا هذا القفيطين من المتتبعين الكادو ديال طنجه هادو تحيه صحاب طنجه داكشي اللي كاين تحيه ليهم تحيه ليهم كبيره مساكن ها نتوما درت له ماما داك الشد الخدمه الدبانه بالعقيق داكشي متقون على حقه وطريقه ها نتوما المتتبعين وهذا اللون هذا كيعجبني صراحه الله شكرا معك شكرا لياسين ولدي اللي دار لي هذا الخياطه في طنجه الله يحفظه وينورو ويسهل عليه ها لا بصحة والراحة لا لا شوف اللي يدينا مهمة هانت هانتوما لا لا زهونة مبغينا خفيف وظريف وجاني هو هذاك في اللباس واحد الخياطة اش غنقول لك حدا امتصال زويون تبارك الله وقال لي مسكين قال لي مسكين الدبانة واش نخليها خاوية ولا نعمرها بالعقيق حسن بالعقيق دات زوينه قلت له بالعقيق وركز مسكين داك الخياطه اللي قلت له لي دارها انت لا بالعبار ولا في كل شيء انت داكشي اللي كان ماما الخياطه فين ما كانوا تحيه العزيزه جارتنا تحيه لخديجه جارتنا حتى هي الخياطه ديالنا ودارت له ماما الشد هاد الشان متتبعين المناسبات واش هذا صافي دابا حيد يا ماما باش يختار واش هاد اللبسه المتتبعين ماما نتوما راه تقيس قدامكم ولا هادي ولا هادي ولا القهوي ولا هاد الخضيدر الفاتح فاش كنتو الكواز المهم اختاروا معنا ماما راه تقيس وغادي تشوفوا ان شاء الله يلا المهم دابا ماما غتسناي الاراء ديال المتتبعين ديالك وغادي تشوفي ان شاء الله شنو غادي تلبسي المهم ماما غادي تقيس حداكم المتتبعين وخليوكم معنا وانتم المتتبعين شوفوا الوالده كي طلعات شوفوا المتتبعين ديالي والجماعه هادشي والشريبي لا 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 الشريبي يا سلام ها انت دوري شوفوا القب ها انتم المتتبعين بالنويويشه داكشي يا سلام جيتي واعره وها الصاك ديالي اللي غادي نهز الا هزيتي الصاك فيه نفس اللون الا هزيتي الصاك غادي تجي داكشي اصورتي هاي 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 هزيتي بحال شي حاجه ان شاء الله يا ربي المهم هذا الاول المهم المتتبعين باش ما نطولوش عليكم هذه اللبسه الاولى شحال تعطيوها على 10 هانتوما دابا اللبسه الثانيه وهذه اللبسه الثانيه المتتبعين ديال ماما ها
نتوما شوفوا الطريزه ديال شنو كيقولوا لها الطرزه، هذا برشمان، هو هذا برشمان، هذا ها برشمان. تحية للعزيزة، شوفوا كي جات سنة متتبين وورينا الصبيبيطة. ها الصبيبيطة ديالي غتلبسها، نسينا باش بلاش لي باموس، هادو غدير لهم ماما لي باموس إلا عندي عندي غير نخرجهم. داكشي اللي كاين دوري شوفوا شلي لي بها نتوما في انا وي شاف القهوي هكذاك. لا لا جاتك حتى هادي صراحه زوينه ماما، مازال تخيل شي جوج لال اخرين صراحه. ان شاء الله ان شاء الله ندير معكم الفيديوهات المتتبعين ديالي واختاروا ليا داكشي اللي كاين، الخلافه اللي ندير داكشي اللي نهز ولوين نهز داكشي اللي كاين. وانتم هما عويناتي الله يحفظكم الله ينوركم. والمهم دابا بقات لنا عاوتاني نقيسوا هادشي اللي بقى وخليكم معنا المتتبعين. ايوا كي جيتكم اوليداتي بنتي كي جيتكم هذا القهوي اللي كيجيني على الخاطر صراحه الله يحفظك. الله شوفوا الشريبيل حتى هو وانتم المتتبعين. ها الشريبيل جبدي رجلك ماما. ها المتتبعين ديالي راه شافوا الشريبيل راه نفس اللون ديال الشد، راه التناسق على المتتبعين. متتبعين هادشي على خاطر. لا لا جيتي مزاله، ردوا على امكم يا منى، شكرا لكم الله يحفظكم وينوركم يخليكم تاج فوق راسي وليداتي. دابا وبقات لنا اخر وحده هي هادي. هادي ما قيستهمش المتتبعين، قوت مشى الحال. أيه. غادي نمشي نسرب هادي خلاص المتتبعين راكم شفتوها ماما لبساتها و حتى الاخرى لبساتها، يعني دابا غتختاروا غير فهادشي اللي قيسات وهادو اللي كنتو ديجا شفتو. والمهم نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله يا ربي. هذه خلاص غليظه، جبتها من الزبانه. اه هذه المتتبعين جبتها من الزبانه بحق راها غليظه بزاف وماشي حتى ديال شي مناسبه. قلت لها انا حسنت لبسي هادو زوينين، حتى الا كان البرد زيد شي كاب ولا شي مونطو من الفوق. هادشي اللي كاين شي كاب ندير معايا، داكشي اللي كاين ندوز ندير ان شاء الله يا ربي حبيب العزيز ان شاء الله تدوزيها غزاله. الله يرضي عليكم. شكرا. داكشي اللي كاين وانتم كتشوفوا هادشي، وريت لكم كلشي كلشي. دعموني ووقفوا معايا والله يرضي عليكم، وكتسولوا على الفيديو اللي كنت حيت المتتبعين. اييه دابا غادي نتطرقوا للمتتبعين. نسيت انا والله الا نسيت بخصوص المتتبعين الفيديو اللي حيدنا اللي قالت لي ماما صراحه من الاحسن يتحيد، صراحه ما حيدناش لشي اسباب ولا شي حاجه بالعكس حتى حاجه المتتبعين ديالي العزيز. ماما فكرات قالت لي حتي من الاحسن تحيديه، راكم عارفين المسائل الشخصيه ولا نقولوا العائليه، المشاكل ديال العائله ما كيدخلهم حتى واحد صراحه الله، وبيناتهم بحال تيتيش بحال حفصه بحال رشيده بحال كلشي حليمه عندي كان. المهم المتتبعين ديالي كان نبقى في اتساع ديالي، تحيه لهم كنعطيهم تحيه داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى ان شاء الله كاع دوك اصلا غير مشاكل صغيره المتتبعين راه دغيا كتحل يعني عادي جدا بيناتهم، ما نقدروش ندخلوا حتى في شي حاجه اخرى. الله يسهل عليكم، شكرا لكم حتى نتوما المتتبعين، درت رايكم نتوما بروسكم قلتوا لي أيوة والله الا ماما مسكينه علاش داك التعاليق ديال داك الدري مسكين الله يرضي عليه الله يحفظه وينوره. أيوة. تحيه ليك يا ولدي كبير. ماما راه كنا كنتغداو قالت لك ماما، وراه قال لي واحد المتتبع مسكين راه يهضر معايا، راه ما قلت لها فوقاش هادشي، قلت لي راه التعاليق لقيت واحد الدري قال لي كيفاش كيفاش، قلت له الله يرضى عليه وشكرا ليه الله يحفظك ولدي تحيه ليك كبيره كبيره. قال لي كيبغي الخير لخويا المسلم الله يجعل سيدي ربي يوقف معاه ويسهل عليه، وباي باي عليكم الله يرضي عليكم.